আপনাদের সম্মুখে মহা গ্রন্থ আল কোরআন থেকে তাফসীর পেশ করবেন আল্লাহর দান পাঁচ বৎসরের শিশু বক্তা হাসান বিন হুসাইন সাহেব নবীগঞ্জ হবিগঞ্জ হাসান বিন হুসাইন সাহেব হবিগঞ্জ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فرقان الحميد يا أيها
আমি জানি মাস্তি কমেছি এলাকা ঘুরে ঘুরে মার্কিন
কোন আইজে নাকি পাশ দিয়া দৌড়ান দিবেন দৌড়ান দিবেন
ترجمة
ما
لولا
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله شرح حاضر شكرنا لك بك الله 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 يا الله أما الشرق قليل للنكير نعطك يا مافر دار أما در ما بغا دادا دادي نناناني بايتون أتش جن زندا مردا شفال كي مافر دار أما در ما